انت عامل ايه بقى؟ ايوه صح. ايوه يا جماعه انت لازم بشع مصر على اي حال. مصر خلاص فاتت البلد كلها فاتت، ما عادش حد هينام تاني. عارف الناس دي كلها جايه ليه؟ جايين عشان يغيروا مصر للاحسن. معايا شويه الورق، معايا شويه الورق، مش
يا ابني انا مش قد الناس الكبير. اتفضل يا راجل اللي بعده. يعني انا قاعد في شقه بالايجار صوره وصاله وفي منطقه شعبيه في ضرايب 15000 جنيه. انا قلت دي غلطه يا صاحبي. غلطه استنى ربنا العظيم يا اخي. هو لما ناخد حق البلد تبقى غلطه يا سيدي؟ انا عيني للبلد بس القانون. ولو عايز الحلم ما تنهار ومتشهيد.